بالترقي هنايا وبالتركيز وللاهداف، ان جمعيه التنصيم التنموي لها اهداف وراء هذا التقديم هذا او هذا الشعار هذا. كما كتعرفوا ان مدينه العرائش تسخر بموارد اقتصاديه مهمه، سواء تعلق الامر بالشق الفلاحي او الشق البحري، كذلك ان مدينه العرائش هي تذهب واحد الاتجاه ايجابي جدا في المجال السياحي. كما كتعرفوا هذا المنتجع السياحي خير دليل، كذلك المآثر السياحيه اللي كتسخر بها مدينه العرائش واللي كنطلبوا من المسؤولين انهم يديروا ضعف مجهود من اجل ابرازها، لان مدينه العرائش فيها الكثير، فيها ما يتشاف، فيها ما يتعطى، فيها الانسان اللي بامكانه يجي لمدينه العرائش ويقضي عطله اللي يقدر يستفد منها الكثير. كما اشار الاخ يوسف او الزميل يوسف البلاطو الفني، كما كتعرف ان مهرجان العرائش ما كيكونش فيه غير البلاطو الفني، كيكون سهرات في المساء، ولكن هناك انشطه موازيه وهي كثيره. من بين الانشطه الموازيه كاين ما يسمى بدوري كره القدم، واللي هو انطلق اليوم 9 يوليوز وغينتهي نهار 30 يوليوز، لانه كياخذ مباراه طويله. هذا الدوري هذا كياخذ مده طويله، كنا في السير ديالو. كتعرف ان الفرق المشاركه كيكونوا من المؤسسات اللي كيدعمونا واللي كيسخروا على نجاح التظاهره هذه. هادشي اللي غنقول بالنسبه للدوري. كاين نشاط موازي لهذا التظاهره الثقافيه، هو نشاط الكرنفال اللي غيكون شهر هو يوم 25 يوليوز. هذا الكرنفال هذا كنحاولوا في الغالب نجسدوا فيه الشعار ديال الثوره، هو كما قلنا شمال المملكه قوه اقتصاديه وقبله سياحيه. في الغالب ان الفرق الفولكلوريه يعني المتنوعه اللي كتمثل شمال المملكه ككل، وكنحاولوا نفتحوا اكثر، ما كنبقاوش مغلقين على الجهه ديالنا، بالعكس كندوروا اكثر وكنفتحوا اكثر حتى الاقاليم الاخرى، ممكن كيشاركوا معنا اقاليم صحراويه مثلا، كيشاركوا معنا اقاليم سوسيه الى غير ذلك، يعني مجموعه من الفرق اللي كتشارك معنا ماشي بالضروره كتنتمي لشمال المغرب اللي هو معروف بجبالة في الغالب. هذا بالنسبه للتجسيد ديال الفرق. هناك كذلك بعض المجسمات اللي كتجسد الثروه الاقتصاديه لمدينه العرائش، كما كتعرفوا ان مدينه العرائش معروفه بالمنتوج ديال الفريز، معروفه بالمنتوج ديال القطاع، معروفه بالمنتوج ديال الطيخ. احنا حاولنا نجسدوا هذا الشيء في الكرنفال ديالنا، كذلك